تقنية الواقع المعزز. قبل ما نعرضها، ما معنى كلمة واقع معزز؟ يعني تقنية تعزز ما رأيته بعينك في الواقع. يعني انت معدي على كلية التربية، كم واحد عدى على كلية التربية وما يعرفش فيها ايه برامج؟ كلية التربية نوعية. كم واحد عدى عليها انه ما يعرفش ان هي نوعية مثلا؟ كم واحد عدى عليها وما يعرفش الاقسام فين؟ كم واحد دخل ومش عارف يفرق بين الادارة وكذا؟ مجرد ما يحط الموبايل من بره خالص، من بره خالص خالص، من بره الباب الرئيسي على الجامعة، يطلع له مكان الكلية وصورة الكلية وطريق ومين. مش بس كده، في تقنيات واقع معزز لايف، يعني يوريه ايه دلوقتي جوه الكلية وهو معدي كده. يعني وانا بتكلم مع حضراتكم يكفيه ان هو بره بيعدي بس الموبايل على جدران المكان من بره، ايه اللي يحصل؟ تقرأ كل الداتا اللي انتوا عايزينها. في ماليزيا تبقى ماشي جنب مول، بس تعمل بالموبايل كده على المول، يقول لك الدور الاول في كذا، الثاني في كذا، الثالث في كذا، فيديو كامل شارح وبوب اب مينيوز، قوائم منسدله وقوائم منبثقه، تقول لك هنا كذا والسيل كذا واللي بيتباع كذا واللي بيحصل كذا، وانت معدي عجبك تقف وتدخل، ما عجبكش. عشان كده اسمه واقع معزز، انت عندك واقع لكن العين المجرده لا ترى كل الاشياء.